السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إنه يسرنا في هذا اليوم المبارك وفي هذا المعهد الخير النواة الأولى لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المعهد العلمي في الرياض والذي يمتلك تاريخا مشرفا وسيرة عطرة منذ أن أمر بإنشائه الإمام المجاهد والملك الصالح عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود عندما وجه سماحة مفتي الديانة السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمهما الله لافتتاحه عام 1370 للهجرة. وهذا المعهد يفوج الرجالات فوجا تلو فوج ممن يخدمون الدين والعقيدة والوطن ويحققون تطلعات ولاة الأمر في كل الظروف والأحوال والمتغيرات انطلاقا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة معارف وعلوم طرية من المورد الزلال تنهل من المورد الزلال العلم نصوص الوحيين وما فهمه علماء الأمة منهما. ولذلك نرى آثار هذا المعهد ونظرائه بل وجامعة الإمام واضحا جليا في مجتمعنا الطيب المبارك وفي خارج حدودنا، وذلك عبر أدوات ومناهج وأساليب وطرق كلها ولله الحمد والعربية وما يمكن أن وطننا ليكون لبنات صالحة رجالا الدين ومحققين ما يتطلع إليه ولاة الأمر. وها نحن اليوم نستضيف أحد أبناء هذه المعاهد البررة ورجالاتها المباركين، علم من علماء الأمة وإمام من أئمتها الذين نفع الله بهم نفعا الطرح العلمي المؤصل الذي لا يخرج عن أحكام الشريعة وحدودها وما دعت إليه من الفضائل والشمائل والكمائل وفي أخراهم، ألا وهو سماحة والدنا الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان. فنحن نرحب بسماحته المثمر والبناء في كل المحافل وعبر كل الوسائل الأمر الذي معه يستفيد أبناؤه منه، وذلك في التوجيهات والبيان الذي يجعلهم يسيرون على هدى وبصيرة في أمور دينهم ودنياهم وآخرتهم، ويجنبهم العوادي والشرور والانحرافات الفكرية والعقدية والأخلاقية والسلوكية. ونحن دائما ونستفيد مما يلقيه عبر دروسه ومحاضراته وفتاواه. فحياك الله سماحة الشيخ
بين إخوانك وأبنائك، إني وإن أكيد كل بلاغة وأفنيت بحر النطق بالنظم والنثر ما كنت بعد القول إلا مقصرا ومعترفا بالعجز عن واجب الشكر لشيخنا الجليل، فالجميع ينتظرون منك توجيهات وتوصيات عل الله أن ينفع بها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معالي الشيخ سليمان أبا الخيل، مدير جامعة الإمام محمد بن سعود، فضيلة مدير المعهد العلمي بالرياض، أسرة التدريس في هذا المعهد المبارك، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وإني لمسرور كل السرور بمشاهدة هذه الوجوه الطيبة من المدرسين ومن طلبة العلم ومن سائر القائمين على هذا المعهد المبارك الذي هو أول نواة لهذه الجامعة الشامخة، جامعة الإمام محمد بن سعود. أتدرون ما هو محمد بن سعود؟ إنه الإمام الذي بايع الشيخ محمد بن عبد الوهاب على النصرة والتأييد. تمت البيعة بين محمد بن سعود وبين الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب على القيام بهذه الدعوة المباركة إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة، وإلى تأسيس التعليم المبارك منذ ذلك العهد. فقامت هذه البيعة بين هذين الإمامين، محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب رحمهما الله. وانظر إلى هذا الطالع المبارك، محمد ومحمد، وهم على دين محمد ابن عبد الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الجامعة هي الحصين بعد الله عز وجل لحماية هذه الدعوة المباركة ونشرها، وقد أفادت ولله الحمد، تشرت في أرجاء المعمورة. وهكذا الحق ينفع الله به أينما كان، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. صدق الله العظيم. فقد بقيت هذه الدعوة المباركة بمؤازرة الإمام محمد بن سعود وتوجيهات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب، كانت أول ما كانت في الدرعية، البلدة القريبة منكم، وكانت بلاد نجد في وقتها وقبله متشتتة، كل بلدة تحكم نفسها بنفسها، كل بلدة لا تخضع للبلدة التي بجوارها، كل بلدة فيها حاكم. ولما تبايع هذين الإمامان
الإمام محمد بن سعود والإمام محمد بن عبد الوهاب على القيام بهذه الدعوة المباركة، دعوة محمد رسول الله. لما قام بذلك انتشرت هذه الدعوة ولله الحمد في بلاد نجد، ووحدتها تحت ولاية واحدة بعد أن كانت كل بلدة تحكم نفسها بنفسها ولا تخضع للبلدة المجاورة لها. حتى ذكر ابن بشر في تاريخه أن بلدة من بلاد نجد فيها أربعة أمراء تسمى بالمربعة، كل بلدة هذه البلدة وحدها فيها أربعة أمراء، تصوروا. فلما من الله بهذه الدعوة المباركة صارت نجد كلها بقراها ومدنها كلها تحت ولاية واحدة وشريعة واحدة وعقيدة واحدة خارج هذه البلاد. انتشرت في مصر، انتشرت في السودان، انتشرت في البلاد، انتشرت في الهند، انتشرت في كل مكان، بحيث انتشر ضوءها وضياؤها في كل بلد، فعمت ولله الحمد ونفعت وأينعت وآتت ثمارها. تتابع على هذا من جاء بعدهم من الأمراء والعلماء على هذا الأثر، ولا تزال ولله الحمد. وما هذا المعهد إلا ثمرة من ثمارها، وهو نواة تكونت منه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الصرح الشامخ المبارك المضيء ولله الحمد. وصدق الله العظيم، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هذا مثل ضربه الله للحق والباطل. الباطل زبد يذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس وهو الحق فيمكث في الأرض ولو جرى عليه ما يجري فإنه يعود. يذكر أن إبراهيم باشا القائد المصري لما جاء ودمر الدرعية وقتل كثيرا من أهلها وعلمائها، قالوا له: هل ترجع هذه البلاد؟ قال: نعم ترجع، لأن عروقها في الأرض فلا بد أن ترجع. فرجعت ولله الحمد. والحق وإن ابتلي بعض الأحيان فإنه يبقى. يمحص الله جل وعلا، يمحص الله جل وعلا هذا الحق ثم يعود كما كان، لأنه من عند الله عز وجل، وما كان من عند الله فإنه يبقى ويستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. تمثل هذا في هذه البلاد ولله الحمد. كم جرى عليها من الأحداث، كم جرى عليها من الغزو، ولكنها بقيت ولله الحمد وعادت كما كانت، بل أحسن مما كانت. نرجو الله سبحانه وتعالى لها التوفيق والاستمرار على الحق.
أنتم ورثة هذه المؤسسة المباركة، أنتم هيأتم أنفسكم في هذا المعهد لتتحملوا مسؤولية هذه الدعوة المباركة وتنشروها في مشارق الأرض ومغاربها، لأنكم هيأتم أنفسكم لذلك ووضعتم أنفسكم في الموضع الصحيح، فاستعينوا بالله واصبروا وواصلوا الجهود في القيام بهذه المهمة العظيمة التي ورثها لكم آباؤكم، ورثوها لأبنائكم ومن يأتي بعدكم، والله جل وعلا يغرس لهذا الدين غرسا يقوم به وينشره، كلما ذهب جيل خلفه جيل مبارك، وأنتم وضعتم أنفسكم في هذا المقام العظيم، ورثت هذه الدعوة وهذا العلم وهذا المد المبارك تحملونه للناس تنشرونه في المعمورة، فالحق مهما جرى عليه من الابتلاء والامتحان فإنه يبقى ويستمر، وأنتم حملته وأنتم أهله بعد من سبقكم، استعدوا لذلك، حمل الأمانة، تبليغ الرسالة، الجهاد في سبيل الله بالنفس والقلم والدعوة وكل الوسائل التي تنشر هذا الخير، كله ميسر لكم الآن، كله بأيديكم، تستعينون به بعد الله على حمل هذه الأمانة التي أنتم هيأتم أنفسكم لحملها والقيام بها، أنتم غرسها وأنتم ثمرتها، فاعرفوا مكانكم، تعلمون ما يعج به العالم الآن من الأفكار والانحرافات والضلالات، تعرفون هذا، وحدثت وسائل تعرفونها تنشر الخير والشر في الناس، استغلوها للخير، أنتم استغلوا هذه الوسائل لنشر الخير، وإذا انتشر الخير فإنه يندحر الشر، كما قال جل وعلا: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، فإذا جاء الحق زهق الباطل أبدا، هذا سنة الله جل وعلا، لأن الحق ينصره الله عز وجل، والباطل معه الشيطان، والشيطان خداع ماكر، يقول يوم القيامة وهو في النار: لا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، ويقول: ما كان لي عليكم من سلطان، يعني من قوة أقهركم بها،
إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ما أنتم بمصرخية أي بمناصرية الآن، وما أنا بمصرخكم، ما أملك أن أناصركم مما أنتم فيه. إني كفرت بما أشركتموه من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. هذه نهاية الشيطان مع حزبه. أما أهل الإيمان فإنهم يكونون في الفردوس الأعلى، في جنات النعيم، في الفوز المقيم الذي لا يفنى ولا يزول، بجوار رب العالمين. لكن هذا يحتاج إلى علم صحيح، وإلى صبر جميل، وإلى قوة دافعة، وكل هذا بأيديكم ولله الحمد، كل هذا بأيديكم. فسخروه لما يطلب منكم من القيام بهذا الحق والدفاع عن هذا الحق ونشر هذا الدين، دعوة إليه بالعلم والتعليم، بالمحاضرات، بالدروس، بالمواعظ، بكل مجال. أنتم رجاله، وأنتم حملته، وأنتم دعاته، وأنتم المسؤولون عنه أمام الله سبحانه وتعالى. إذا فرطتم فتفريطكم يكون وبالا عليكم، وإذا اجتهدتم وقمتم بما أوجب الله عليكم كان حجة لكم عند الله ونورا تمشون به، نورا تمشون به أمامكم. حينما يكون الناس في ظلام يوم القيامة، الكفار في ظلام، المنافقون معهم نور يضيء تارة وينطفي تارة، كلما مشوا كلما أضاء مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا وقفوا ظلام، لأنهم مخادعون لله ولرسوله، فهم يعطون نورا لكنه ينطفي وهم في الظلام. أما المؤمنون فنورهم يسعى بين أيديهم وأيمانهم، فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم أي المنافقون ينادون المؤمنين، ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم كفرتم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، يعني الشيطان. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين كفروا من قبل. فالحاصل أنكم وضعتم أنفسكم في موضع مشرف، موضع عظيم، فاعرفوا قدره ومكانتكم منه وموضع أقدامكم حتى تكونوا على بصيرة وعلى بينة وعلى علم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، الله ينصر رسله وينصر المؤمنين من بعدهم الذين ساروا على منهجهم، وها أنتم الآن على منهج الرسل، تتعلمون العلم، تدرسون العلم، تدعون إليه، تبينونه للناس،
وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هذه مهمتكم وهذه رسالتكم، فاستعدوا لها واحملوها حملا صحيحا، بلغوها للناس. أولا انشروها في بيوتكم وبين أولادكم وأهل بيوتكم، ثم انشروها على جيرانكم، ثم انشروها في بقية أرجاء العالم. الآن عندكم وسائل تستطيعون أن تبلغوها للمشارق والمغارب، فتح الله لكم هذه الوسائل، فاستغلوها في نشر هذه الدعوة ونشر هذا العلم ونشر هذا الدين. لا يستغلها أعداؤكم في الشر ونشر الرذيلة، نشر الإلحاد والكفر. لا يجتمع الحق والباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فلا يجتمع الحق والباطل، إذا قام الحق فإن الباطل يضمحل ويزول. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لسماحة والدنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان هذه التوجيهات السديدة والوصايا المفيدة القيمة واللآل والدرر التي لا بد أن نعيها ونأخذ بها وننطلق منها في كل أحوالنا وأقوالنا وتصرفاتنا، تكون نبراسا يضيء لنا الطريق. هذه بعض الأسئلة سماحة الشيخ وردت إلينا من الحاضرين، فلعلكم تجيبون عليها. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. في ظل الهجمة الإعلامية الشرسة على بلادنا بلاد التوحيد والسنة من قبل وسائل إعلام مغرضة بشتى أصنافها، ومع سهولة وصول هذا النضح الإعلامي إلى عامة الناس، فما هو دور طالب العلم بشكل عام ومنسوب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، لأنها حاملة لواء العلم والمعرفة المنطلق من الكتاب والسنة، في رد عادية الأعداء عن بلادنا ودعوتنا وولاة أمرنا وعلمائنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك فيما ذكرتم معاليكم أنه حاصل وواقع، ولا يستغرب هذا، فأهل الباطل في كل زمان ومكان يرغون ويزبدون لدحض الحق ومحو الحق وكتمان صوت الدعوة إلى الله عز وجل. هذا حصل في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، حياة الرسول قالوا ساحر، قالوا كاهن، قالوا شاعر، قالوا معلم مجنون، وقالوا وقالوا كما ذكر الله عنهم. ولكن ما ضره هذا ولا ضر دعوته، بل انعكس هذا عليهم هم والحمد لله. وهذه سنة الله في خلقه، يبتلي أهل الحق بأهل الباطل، ثم ينصر أهل الحق إذا ثبتوا واستمروا، ينصرهم الله ويؤيدهم، وتكون العاقبة الحميدة لهم عاجلا وآجلا. فأما الزبد فيذهب جفاء، يطير ما له قيمة. وأما ما ينفع الناس يعني الحق فيمكث في الأرض.
كذلك يضرب الله الأمثال. فأنتم والحمد لله وضعتم أنفسكم جنودا لهذا الحق ومدافعين عنه ودعاة إليه، فتحصنوا بالعلم النافع الذي تردون به شبهات هؤلاء الأعداء جند إبليس، تردون شبهاتهم. هم لا شك يزوقون الأقوال ويزوقون التهم للمسلمين ويحرضون على المسلمين، ولكن هل أطفأوا نور الحق؟ أبدا، بل نور الحق يزيده ضياء وتألقا، لكن إذا قام به أهله الحق لا ينتصر بنفسه، وإنما ينتصر بحملته الذين يحملونه ويبلغونه للناس ويصبرون على ما ينالهم ويحتسبون الأجر عند الله سبحانه وتعالى. نعم. شكر الله لسماحة الوالد. وهذا سؤال آخر يقول: يعلم سماحتكم ما من الله به علينا في هذه البلاد المباركة من دعوة قامت على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، اجتمع على ذلك الولاة والعلماء والرعية، ثم دخلت علينا بعض الأفكار والجماعات الغالية المتطرفة والأحزاب المنحرفة، فأثرت على بعض الناس وخصوصا الشباب وحرفتهم عن جادة الصواب، فما هو الموقف الشرعي الصحيح من هذه الجماعات والتنظيمات؟ الحمد لله، السلاح معكم هو الكتاب والسنة ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم ليس معهم إلا الخداع والمكر وغرور الشيطان. فإذا قمتم بواجبكم وصبرتم فإن العاقبة للمتقين في كل زمان ومكان، وليس بغريب ما يحاك ضد المسلمين الآن، هذا مستمر وسيبقى. الصراع بين الحق والباطل مستمر وسيبقى، امتحان وابتلاء للناس من الله سبحانه وتعالى، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. لكن إذا قمتم بواجبكم ونصرتم دينكم ونشرتم عقيدة التوحيد وعلمتم الناس هذا الدين وأحكام هذا الدين، فإن الباطل زائل وباطل، والباطل لا يقوم أمام الحق أبدا. نعم. سماحة الشيخ، وتبعا لهذا السؤال، هناك من يلبس ويدلس ويدعي أن هذه الجماعات والأحزاب مصلحة وأنها تسعى إلى خدمة الإسلام والمسلمين، والواقع أن ذلك يفرقهم، فما قولكم في هذا؟ الله جل وعلا يقول: فلا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. لا شك أن المسلمين يبتلون بأحزاب وجماعات ودعايات، ولكن الحق لا يغلب أبدا إذا قام به أصحابه، فإنه لا يغلب، والعاقبة للمتقين كما قال الله سبحانه وتعالى. وهذا الابتلاء والامتحان حكمة من الله ليظهر الصادق من المنافق. أم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذا ابتلاء من الله ليظهر الصادق من المنافق من الكافر.
فتكون العاقبة دائما وأبدا للمتقين، ويكون الوبال والحسرة والنكال على أعداء الدين. فلا يهمكم ما يرغون به ويزبدون في وسائل إعلامهم وفي مبتكراتهم، فإنها باطل والباطل لا يقوم. أنتم معكم الكتاب والسنة، معكم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، معكم الحق النازل من عند الله، وهم ليس معهم إلا كيد الشياطين، كيد الشيطان وحزبه وأتباعه، ولا يقوم الباطل أمام الحق أبدا إذا كان له حملة وكان له دعاة وكان له رجال يجاهدون في سبيله. نعم. سماحة الشيخ، هذا السائل يقول: يصدر ولي الأمر قرارات وتوجيهات تخدم المصلحة وتدرى المفسدة وتحافظ على الأمن والأمان وجمع الكلمة وقوة هذه البلاد وأهلها بما قامت عليه من أصول ثابتة، ثم نرى بعض الناس يشكك في مثل هذه القرارات أو يتناولها بالنقد والشائعات، فما موقفنا من هؤلاء وكيف نوجه الناس من أجل أن يلتفوا حول ولي أمرهم، وخصوصا في زمن الفتن والاضطرابات والصدور عن علمائهم المحققين؟ روى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني، هذا القصد. فيقول أنه سأل الرسول أنهم كانوا في ضلال وفي كفر، فجاء الله بالخير على يعني على يد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: نعم، بعده شر، قوم يستنون بغير سنتي، يهتدون بغير هدي. وكرر السؤال عليه إلى أن قال: إذا ظهر هذا الأمر وهذا الشر فما تأمرني؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. فالمسلم يعتزل الباطل مهما كان، ويعتزل أهله، ويصبر ولو كان واحدا، يصبر ولو كان واحدا أو معه قلة، يصبرون على الحق ويثبتون عليه، ويأتي الفرج بإذن الله. نعم، يأتي الفرج بإذن الله. فقد أتى على من قبلنا من الفتن ومن الزلازل وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فإذا اشتد الكرب فالفرج قريب، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فلا نيأس من رحمة الله ومن نصر الله مهما أصابنا، ومهما أرغوا وأزبدوا وعندهم إمكانيات وعندهم، فهي باطل، والباطل يزول والحق يبقى ويستقر. فلا نزهد بالحق لقلة أتباعه، ولا نغتر بالباطل لكثرة أتباعه، فإنه هباء منثور،
باطل يزول، أما الحق فإنه يبقى ويستمر. والله مع الصابرين، مع المتقين، مع المحسنين. نعم. لكن ما هو موقفنا مما يتخذه ولي الأمر من قرارات وتوجيهات تخدم البلاد والعباد؟ موقفنا أن نتمسك بها وأن نطيع ولي أمر المسلمين وأن نسير خلفه ما دامت قرارات نافعة ومفيدة، هي في صالحنا وفي صالح ديننا. نعم. هذا سؤال يقول: ظهر في الآونة الأخيرة بعض من يفتون الناس بالأقوال الضعيفة والشاذة ويتجرؤون على أمور يمكن من خلالها أن تؤدي إلى انحراف بعض الناس، فما توجيه سماحتكم لأمثال هؤلاء وكيف نتعامل معهم؟ بالنسبة للأقوال والآراء المختلفة، عندنا ولله الحمد الكتاب والسنة، نعرضها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، فما وافق الكتاب والسنة أخذنا به لأنه حق، وما خالف الكتاب والسنة رددناه من الأقوال مهما كانت ومهما كان قائلها. الباطل لا يقبل أبدا عند المسلم، يرد. لكن صاحبه إن كان مجتهدا يطلب الحق ولكن أخطأ فله أجر، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده، وخطأه مغفور لأنه لم يتعمده. فنحن لا نتعبد بالأقوال، نتعبد بالكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة من الأقوال أخذنا به، وما خالف الكتاب والسنة تركناه، ولا نتخذ خلاف العلماء حجة، نقول هذه المسألة فيها خلاف وأننا نختار، لا، هذا ما يجوز. نختار ما يقوم عليه الدليل من أقوال العلماء، هم يقولون لنا لا تأخذوا أقوالنا إلا ما وافق الكتاب والسنة، كما قاله مالك وقاله أحمد وقاله غير أبو حنيفة والشافعي، قالوا هذا، أوصونا بأننا لا نأخذ أقوالهم دون عرض على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا سؤال يقول: سماحة الشيخ، نقرأ ونسمع بأمور تتعلق بالخروج على ولي الأمر وأن ذلك محرم وفق نصوص الكتاب والسنة، فكيف يكون الخروج حتى نحذره ونحذر منه؟ الخروج بمعصية ولي الأمر، إذا أمر بأمر ننظر، فإن كان على حق قبلناه ونفذناه، وإن كان فيه خطأ يناصح ولي الأمر ويبين له هذا الخطأ، ولا نعمل بالخطأ، نتجنبه ونناصح ولاة أمورنا عنه ونبين لهم، لأنهم يريدون الخير، يريدون المصلحة لرعيتهم، فما كان من حق أيدناهم عليه وثبتنا عليه، وما كان من مخالف فإنهم مجتهدون، والمجتهد يخطئ ويصيب، نناصحهم ونبين لهم، نبين لهم الحق الذي هم يريدونه ولكن أخطأوا طريقه، نبينه لهم ونتعاون معهم في ذلك. يريدون الحق، نتعاون معهم على إصابة الحق لأنه في صالح الجميع. نعم. هل يكون أو تكون النصيحة عبر الشائعات؟ لا، والمنابر وكذلك وسائل الإعلام، أم لها طريق شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما يكون الإنكار على ولاة الأمور بين الناس
وعلانية وتقف في خطبة في محاضرة في مجلس وتخطي ولاة الأمور، هذا يفضي إلى شر. ولكن إذا رأيت خطأ فإنك تتصل بولي الأمر إن تمكنت من الاتصال به وتبين له، وإن لم يكن لك وصول إليه توصي من يتصل به من جلسائه من أهل العلم، توصيهم بأن يبلغوا ولي الأمر عن هذا الأمر حتى يتداركه وحتى يرجع إلى ما هو حق، لأنه يريد الخير وهو بشر يخطي ويصيب، نتعاون معه لكن في السر لا في العلانية، السر بيننا وبينه، إما أن نتصل به وإما أن نكتب له وإما أن نوصي من يتصل به. نعم. هذا سؤال علمي ويشكر السائل على إيراده وطرحه. يقول سماحة الوالد إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: ما عرف عن طائفة خرجت على ذي سلطان إلا كان ما ترتب على خروجها أعظم مما أرادت إزالته، فما معنى ذلك حفظك الله؟ معناه الصبر على مع ولي أمر المسلمين، ولو كان عنده خطأ فإن هذا لا يجيز لنا أن نخرج عليه. كان المسلمون مع الحجاج، كانوا مع بني أمية، مع بني العباس، وعندهم بعض الأخطاء ولكنهم يصبرون على ذلك. الإمام أحمد كان يضرب ويسحب وهو يدعو لولي الأمر، يدعو له، قالوا له، جاءه تلاميذه قالوا: يا إمام، بلغ الأمر الحد الذي لا يصبر عليه، فما تأمرنا؟ قال: اصبروا، الدماء الدماء. يحذرهم من الفتنة ومن القتل، اصبروا، الدماء الدماء. وكان منهم من يقول: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان. السلطان يصبر معه على الحق ويناصح، إذا حصل خطأ يناصح ولا ينكر عليه ظاهرا وبين الناس. نعم. سماحة الشيخ، هذا يقول: ما نصيحتك لمن يلمز العلماء وينشر مذاهبهم بحجة أنهم قد أخطأوا مع تحيزه للبعض حتى ولو ظهر منه ما يدعو الحذر منه؟ هذا صاحب هوى، هذا صاحب هوى، ما قصده الحق، إنما قصده الهوى، فهذا لا عبرة به. العبرة بمن يريد الحق ويبحث عن الحق، وهذا يوفق بإذن الله. نعم. هذه الأسئلة التي وردت من الأخوة وأيضا الأبناء الطلاب، وهي أسئلة تنم عن وعي وإدراك وفهم عميق، فنشكرهم على ذلك وندعو الله سبحانه وتعالى لهم بالتوفيق والإعانة والتسديد والتيسير والتسهيل إن شاء الله. هل نستمر في أسئلة أحد؟ والله على رأيك. طيب. هذا سؤال يقول: ما رأي سماحتكم في قضية من يتجرأ على الفتوى بغير علم من زملائنا الطلاب والتساهل فيها؟ نرجو رسالة موضحة في ذلك وجزاكم الله خيرا. الحمد لله، الفتوى لها جهة خاصة معينة يرجع إليها في الأمور العامة، أما الأمور الفردية فإن كان عندك علم تفتي فيها، وإن لم يكن عندك علم فأحله إلى العلماء. نعم.
يقول هذا السائل: سماحة الشيخ، ما هي طريقة تحسين الإنسان لنفسه في هذا الزمن والتربية الصحيحة مع وجود الفتن والمنكرات؟ أنتم ولله الحمد في هذا المعهد وفي بقية المعاهد العلمية وكليات الشريعة وأصول الدين، أنتم ولله الحمد في مكان تحمدون عليه، لأنكم هيأتم أنفسكم جندا للعقيدة وجندا لنصرة هذا الدين وحمل هذا العلم المبارك ونفع الناس به، فأنتم ولله الحمد تهيئون أنفسكم لنفع أنفسكم ونفع غيركم، فاستمروا في ذلك، وعليكم باتباع الكتاب والسنة، وعليكم بسؤال أهل العلم فيما أشكل عليكم، وعليكم بتجنب الشائعات والاستماع للقنوات التي تنشر الشر والشبهات، اجتنبوها ولا تجعلوها في بيوتكم، اجعلوا في بيوتكم إذاعة القرآن الكريم، واجعلوا في بيوتكم نشر اتباع ما ينشر من المحاضرات القيمة ومن الكلمات و الخطب المفيدة لتنتفعوا بها وتنفع أولادكم وأهل بيوتكم، اقتنوها وأسمعوها من في بيوتكم ينتفعون بها، اربطوهم بها، اطهروا بيوتكم من المحطات التي فيها شر، فيها فتن، فيها دعوة إلى الباطل، يريدون أن يطلقوا أيديكم من دينكم، فاحذروهم ولا تلتفتوا، ولا تقول أنا أعرف وأنا أرد عليهم، لا، يمكن تدخل فكرك هذه الأمور، ورب لأنها بأسلوب، يمكن بأسلوب جذاب وخداع، اتركها وابتعد عنها، أغناك الله بالحق، فلماذا تذهب مع القنوات الأخرى؟ نعم. هذا سؤال ونختم به هذا اللقاء. يقول سماحة الشيخ: ما هو حكم تعليق المصاحف على العنق أو في السيارات؟ لا يجوز، هذا من اتخاذ الحجب، ولا يجوز هذا. المصاحف ما تعلق على العنق ولا تجعل في السيارات لحماية السيارات، ما يجوز هذا، هذا من التعلق بالتمايم. نعم. شكر الله لسماحة شيخنا العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان على هذه المحاضرة القيمة والطرح النافع المفيد والإجابات المهمة التي أطلب من إخواني وأبنائي الحاضرين أن يستفيدوا منها وأن ينقلوها إلى كل من يلقونه من ذويهم ومن أقرانهم وممن أيضا يجلسون معهم في أي اجتماع كان. ثم إننا نشكر سماحته دائما وأبدا على حرصه الظاهر وتواصله العميق وما يقدمه لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من دعم وتأييد وثناء وشكر، فهذا ليس بغريب عليها، فهذا ليس بغريب عليه، فهو أحد رموزها وأقطابها وأبنائها والقائمين عليها. ثم الشكر أيضا لأخي فضيلة وكيل الجامعة لشؤون المعاهد العلمية الدكتور عبد الله بن ثاني أرويلي ولمدير المعهد العلمي في الرياض سعد آل زليمين ووكلاء المعهد ومدرسيه وموظفيه، وأيضا أنتم أيها الأبناء الكرام البررة، الشكر لكم خاص على حضوركم وتفاعلكم وما لقيناه منكم من حسن
وإفادة وكرم ضيافة وتعاون وبشاشة وهشاشة، فهذا ليس بغريب على الجميع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحفظ علينا ديننا وبلادنا وولاة أمرنا وأمننا وأماننا وطمأنينتنا واستقرارنا ووحدتنا. اللهم من أرادنا وأراد وطننا وأمننا وأماننا وولاة أمرنا وعلمائنا وأبناء مجتمعنا بسوء، فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره، ومزقه كل ممزق، واجعله عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين. وانصر جنودنا في الحدود والثغور وفي وسط البلاد على عدوك وعدونا وعدوهم، واعدهم إلينا وإلى أهلهم سالمين غانمين منتصرين ظافرين.